فهبدا الاول بمدام حليمه لانها قاعده لوحدها الناحيه دي، فحتى لا تشعر بالوحده. نبدا الاول، احكي لي. انا ام ميله، انا الاول مدرسه حليمه سلامه الاولى على محافظه الفيوم 2023. بدات رحلتنا من سنين، جوزي توفى الله من 13 14 سنه. ساب لي 3 اولاد، كان ابني الكبير عمرو ثانويه عامه، وابني الوسطاني عبد الرحمن ثالثه اعدادي، والدكتوره يارا كانت ثانيه اعدادي. ما كانش عندنا حاجه خالص، كان مريض كبد، و يعني تطور لحد زراعه كبد، وبعدين سابنا ومشي، وابتدت بقى المسؤوليه وكفاحي معاهم من اول ما باباهم مات الله يرحمه. هو كده خير الكلام ما قل ودل. المشوار كانت صعوبته ايه؟ اصل اكيد شفتي حاجات كتير في 13 14 طب سنه. طبعا المسؤوليه. انا يبقى في رقبتك 3 ولاد بدخل محدود، مرتب ومع الصغير. جوزي الله يرحمه برغم مرضه خد ماجستير ودكتوراه، كان طموح، كان له وصيه لعمرو ابني الكبير انه هو لازم يخش صيدله، وكان عمرو قد الامانه الحمد لله، وتفوق ودخل صيدله، وتخرج من صيدله حلوان 2016 جيد جدا. ابني الثاني عبد الرحمن طبيب بشري، طبيب تخدير. وبنتي يارا دكتوره يارا، الحمد لله اليوم اللي طلعت فيها نتيجه الام المثاليه كان اليوم اللي استلمت فيها شهاده الامتياز بتاعتها. يارا اللي انا قابلتها بره، هي لقيت لي كده برضه انتوا مأخريننا جامد مش كده؟ هي دقيقه جدا وذكيه جدا الحمد لله، برافو عليها وربنا يبارك في عمرها. هي السبب في قعدتي مع حضرتك النهارده، وشرف ليا طبعا ان هي اللي قدمت لي، وهي اللي قالت لي لازم الناس تعرف انت تعبتي معانا قد ايه وعملتي قد ايه، ولازم الناس تحس بيكي تاخدي حقك. عملتي ايه في ظل موارد شديده الضيق زي ما بيتقال؟ مرتب بسيط ومعاش ابسط، قسمتي الدنيا ازاي؟ يعني دبقتي الدنيا دي ازاي؟ انت عارف الست المصريه في نستغنى عن الرفاهيات شويه، عن الكماليات شويه، نعيش على ارض الواقع. ابني عمرو دخل المدينه، ما عادش شقه ولا حاجه، قعد في المدينه 5 سنين وكان قد المسؤوليه الحمد لله. ربيتهم ان ما فيش حاجه اسمها عين عليك، انت عينك على نفسك، انت ضمير نفسك، انت مسؤوليه نفسك. ربنا انا وابوهم الله يرحمه ادمغه قبل ما نربي فلوس، لازم انت عندك دماغ والدماغ دي هي ثروتك. كان الله يرحمه يقول لي احنا مش عايزين نربي اي حاجه، احنا عايزين حاجه نقدمها، والله والله يا استاذ يوسف حاجه نقدمها لمصر، ما عندناش حاجه نقدمها الا اولادنا دول. قدمتي 3 زي الفل اهو الحمد لله، ام الدكاتره الحمد لله بيقولوا لي كده. بيقولوا لي كده والله يا استاذ يوسف، مسميني كده في المدرسه يعني. والحمد لله انا معلمه وعندي اولاد كتير، كل سنه بنطلع الوفات والله ما شاء الله. انا مهندسه زراعيه ومدرسه في مدرسه الفيوم الثانويه الزراعيه، وبرضه الحمد لله كنت المدرسه المثاليه والرائده المثاليه في المدرسه، والمدرسه كذا سنه تقرمني امي مثاليه الحمد لله. ده كده بدل الحدوته حدوتين ثلاثه اربعه يعني، مش حاجه واحده بس. الحمد لله الحمد لله، النجاح مش في الامومه بس، لازم تبقى ناجح في كل حاجه. صحيح صحيح، وده الحكمه اللي مديها لاولادي، حتى بنتي يارا يعني تقول النجاح تبقى ست بيت شاطره، طبخه شاطره، دكتوره شاطره، بنت شاطره، اخت شاطره، فهو ده النجاح فعلا، مش نجاح في شيء واحد. ما شاء الله ما شاء الله.